بتحكي بدري من 59 بعد ما حكت زميلتنا عن التعليم المناطقي والتدبير والعلاج، انا رح احكي معكم عن علاج داء بطن الرحمين الحريره مع الاطفال. واضح الصوت؟ كثير بعد ما بدي افهم شو هلا. اول شيء احنا لازم نعرف انه الاندوميتريوسس كثير له علاقه مع صعوبه الحمل او الرقم. في كان عندنا انه بتشير الابحاث انه كميه الانتجات البطانيه الرحميه اللي بتظهر اثناء التنظير لها علاقه بصعوبه الحمل بالمستقبل. طيب في عندنا تقييم مرحلي لهي للمرض بيتكون من اربع مراحل. المرحله الاولى بيكون عندنا كميه قليله كثير من الغرسات اللي او ما سميها الامبلانت. هي وبيكون ما في عندنا نسيج جنبي اطلاقا. والمرحلة الثانية بيكون عندنا كمان كمية مزيد من الغرسات بس أقل من 2 بوصة من جدار البطن وما بيكون عندنا نسيج جنبي. بالمرحلة الثالثة بيكون عندنا المزيد من الغرسات عدد كبير وبيكون عندنا انه بيصير في سائل من الانتباه البطاني الرحمي اللي بيدعم السائل الانتباه البطاني الرحمي اكياس الشوكولاتية او الاورام بطانية الرحم. طيب هلا وبيكون عندنا نسيج نتبي حول المبيضين والرحم بين المبيضين والاناني. الرابع بيكون عندنا المزيد من الغرسات وبيكون عندنا كمان كيسات من الانتباه البطاني الرحمي وبيكون عندنا نسيج مدري حول المبيضين والانابيب والرحم كل طبعا اتساقات بين الرحم والمحيط بشكل كامل. بس حتى نوضح القصه، يعني بالمرحله الاولى في عندك شويه بقر لسه ما صار ولا تخليل. كويس؟ المرحله الثانيه عندك بقر اكثر بتشرب بمناطق محدده. المرحلة الثالثة صار في عندك اندوميتريوما، يعني كتلة بالمبيض فيها كيس الشوكولاتية، أو بلشت عندك التصاقات قابلة للفك. المرحلة الرابعة على الأغلب ما رح تسوي شيء، كون الحوض تخرب، رحم لزقان على المستقيم، رحم لزقان على المبيضين، البوقين لزقانين على بعض، هي المرحلة الرابعة. وهي هي صورة هي كيس الشوكولاتية، شوف السائل اللي نزل هي فتحت مع نقط التنظيم. هي فتحت طبعاً فتحت مع نقط التنظيم بتساوي لكن هون مثل الطمس الراجع. فلذلك كثير نحن بدنا نكون حذرين وقت داخل بالتنظير عندك كيسه شوكولاته، لانه انت داخل طيبه من الدكتوريوز. اذا فتحت معك الكيسه جوا معناتها نشرته بالحوض نشر. بيغسلوا وبيعطوه علاج دوائي مع الاسف. هلا بنشوف كم لي هلا رح نحكي عن العلاج الطبي للانتباه بالمي الرحمي. العلاج اول شيء لازم نعرف انه في بالمرحله الاولى على حسب المرحلة الانتباه البطاني الرحمي عند المريضة. بالمرحلة الأولى والثانية بنعطي المريضة عقار اسمه كلوموفين سيتراب. هو عقار للخصوبة بنعطيه لمدة 5 أيام بعد الدورة الشهرية. وبعدين بناخذ عينة من الحيوانات المنوية للشريد وبعدين بتراجع المريضة بوقت الإباضة الطبيب وبيقوم بوضع الحيوانات المنوية برحمها عن طريق أنبوب رفيع. وبتستغرق هي العملية 10 دقائق ونسبة إنجابها للطفل حوالي 10%. وإذا ما نجحت هي العملية في عندنا خيارين، يا إما راح تستخدم أدوية العقم المحقونة أو راح تستخدم تروح تلجأ للتخصيب داخل المختبر. إخصاب داخل المختبر. طيب هي بالمرحلة الأولى هذه كلوموفين سيتراب. المرحلة الثانية والرابعة رح تلجأ إذا ما نجح العلاج الطبي بعد 6 إلى 12 شهر رح تلجأ للإخصاب داخل المختبر. طيب هلا رح نحكي عن العلاج الجراحي. العلاج الجراحي للانتباه البطاني الرحمي أول شيء في عندنا كمان هو بيعتمد على مرحلة الانتباه البطاني الرحمي. بالمرحلة الأولى والثانية
يا اما ممكن المريضه تحمل من تلقاء نفسها، يا اما بيكون المريضه عمرها 35 سنه او اقل. واذا كان عمرها 35 سنه او اقل بينصح انه تلجا للجراحه لاستئصال الانتباه منشان نعرف اذا الحمل حدث او لا. واذا كان عمرها اقل من 35 اكثر من 35 راح تلجا لعلاجات اخرى غير التنظيف. لسوء الحظ انه ممكن المريضه تعاني من تكيسات متكرره اذا صار في خبرت لاستئصال كيسات متكرر، انه ممكن يرجع الكيسات يرجع يظهر مره ثانيه. هلا رح نحكي عن اخر شيء عن التلقيح الصناعي IVF in vitro fertilization. بيطلع على علاج متاخر المرأة انه جرعه من ادويه العقم المحقونه، وهي بتؤدي لنمو العديد من البويضات، والبويضات اللي بتكون انه داخل جريبات، ولما هي الجريبات بتوصل لحجم معين بتكون جاهزه لحتى نزيلها من المبيض. ولما نزيلها من المبيض طبعا عن طريق الامواج فوق الصوتيه او تحاليل الدم بواسطه ابره رفيعه عبر جدار المهبل الى المبيض، وبعدين بنزرع هي البويضات باطباق داخلها حيوانات منويه، وهي بعدين بصير فيها انه اغلبها بتتخصى وبتنمو لتصبح اجنه، وبعدين بس صارت اجنه تراجع المريضه الطبيب وهو بيحقن هي الاجنه داخل الرحم عبر الابره الرفيعه عبر الامواج الصوتيه، وبعدين وهي العملية نسبة نجاحها من 50% للمريضات بسن العشرينات ومن 10% للمريضات بسن الأربعين في العمل. وبس هيك بتكون قصة المحاضرة، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا.